أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن مشروع قانون حول تنظيم استفتاء قبل نهاية عام 2017 بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. الملكة إليزابيث الثانية افتتحت الدورة البرلمانية الجديدة بخطابها التقليدي وحددت أجندة الحكومة للأعوام الخمسة المقبلة، شملت على جملة من السياسات أبرزها مشروع قانون الاستفتاء وتجميد الضرائب وتسهيلات شراء العقارات. ستطرح تفاصيل مشروع القانون بصورة رسمية على النواب يوم غد لتناقش فيما بعد على مجلس العموم.